رئيس محكمة جنايات الفيوم يعني يغني عن القضاء العادي بقى ولا هنا الوضع ايه؟ طبعا شاكرين لحسن استقبال سعادتك. شكرا على المستشفى. شاكرين ذوقك. ربنا يخليك. ولحسن الحظ ان انا بمارس القضاء العرفي والقضاء العادي. كمان. لحسن الحظ. نتكلم عن القضاء العرفي ونتكلم عن القضاء العادي. بس ليها تعقيب على اللي قاله الاستاذ سيد. لان سعادتك بتساله القضاء قال ايه؟ هو ما وصلش عند القضاء. هو ما وصلش عند القضاء. اللي بيوصل عند القضاء يطبق عليه قانون الاجراءات الجنائيه وقانون العقوبات. هو محضره ما وصليش. محضره ما وصليش. طيب قضيه انا في القضاء العادي انا مرتبط بقانون الاجراءات الجنائيه وقانون العقوبات. طيب هل القضاء العرفي ملزم ليا؟ اطلاقا. له سبب اباحه وله مانع عقاب. نفترض ان الشخص اللي تقدم له الكفن أصر على أن يمشي في الإجراءات القانونية. العقوبة في القتل المقررة في القانون العقوبات هتطبق. رغم تقديم الكفن. لأن القضاء العرفي مش إلزام. ما عنديش ما يقننه. ما عنديش ما يلزمه. ناهيك عن أن الجنايات ما فيهاش تصالح. الجناية ما فيهاش صلح. حتى لو ولي الدم حضر قدام المحكمة وأعفى. يعني لو ولي الدم حضر قدام المحكمة وأعفى ما باخدش بكلامه. أنا عندي أدلة مرتبط بورق فلان قتل وطبق عليه قانون العقوبات. مش إلزامي لأن هو القضاء العرفي مبني على الرضا من البداية. على رضا طرفين من البداية. بس معايا مستشار ما بياخدوا يعني اللي سمعته واللي فهمته إن في الطار يعني ما بيلجأوش للقضاء الرسمي. او لا يعتدوا بيه ولا يعتبروه بيعتبروا اللي بيروح للقضاء دوت او بياخد حكم اعدام من اجل مش ده الحل وان القضيه الطار يعني بيستمر كان زمان يا دكتور الكلام لا كان زمان حاليا 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 بدليل بدليل انا يمكن انا بنشتغل اسبوع دور بنسميه دور جنايات في الشهر بدليل ان انا بلاقي عندي في الدور اكثر من 10 جنايات قتل لو هو مش هيعترف بالقضاء العادي سعادتك ما بيتهمش حد ما بيتهمش حد نهائي نظرا للأخذ بالصقر لو اتهم ما فيش نية الأخذ بالصقر لأن برضو زي ما هو مش ملزم هنا برضو في القضاء العرفي بعد تقديم الكفن ما فيش ما يمنع أنه ياخد الطار ما عنديش ما يمنع بعد ما يقدم الكفن هو إيه إلزامي عليه إيه تقنيني اللي أنا قننته عشان ألزمه ان هو ما ياخدش الطار بالنسبه حتى يا سياده المستشار لو قدم الكفن ولو قدم الكفن وانا قبلت الكفن ايه ما يمنع ايه ما يمنع انا هقول لحضرتك طيب ماشي هنا بقى هنا قد يكون ده بس اتكلم في عليه خلاص اكمل كلام طرفين لنا تعقيب طرفين جدا يعني ممكن يلتزم طرف تاني ممكن ما يلتزمش ودي حصلت عندكم في الصف كتير لا احنا بنتكلم على ولي الدم ولي الدم حتى لو اعفى فيما يمنع ان هو يعود ياخد الطاقه لا مفيش مانع الا مانع ادبي بس التزام ادبي غير اخلاقي يعني التزام ادبي لان هو ده في اقرار هو لو جه المحكمه انت اقررت ان انت قتلت يا بس انت مستشار لو جه عندي اديله اعذار مستشار انت اقررت ان انت قتلت في القضاء العرفي ناهيك عن كده سعادتك بس اكمل كلام بس النقطه دي عشان ما تخرجش لا مش هتهرب نقطه النبي كل القضاء العرفي مبني على الدعوه المدنيه ما عنديش جنائي فيه ما عنديش قصاص فيه غير التغريب اللي بيتكلم عليه الحاج مسعد والتغريب برضه ما هوش الزامي ما انا مش هاجي على واحد واقول له سيب البلد وامشي اقول له مش همشي من البلد اللي عايز يقتلني يقتلني دي حاجه يبقى انا ما عنديش قصاص في القضاء العرفي انا عندي دعوه مدنيه بس اللي بتبقى عندي انا دعوه جنائيه ودعوه مدنيه من عندي الخطا ضرر علاقه سببيه بينهم اذا ثبت ان في خطا وضرر وعلاقه سببيه بينهم بحكم بالدعوه المدنيه اللي هي التعويض المادي والادبي والموروث اللي بنتكلم عليه في القتل ماشي طب هو في القضاء العرفي يقدر يطبق القصاص يقدر يطبق اعدام يقدر يدي مؤبد يقدر يدي اشغال شقه مؤقته يقدر يحبس نطلع لفاصل نرجع تاني حاضر بعد الفاصل هناخد كل التعقيبات بعد الفاصل